أكدت وزارة الداخلية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر سقوط أجزاء من سقف أحد المجمعات التجارية في الرفاع، ما أدى إلى إصابة أحد مرتدي المجمع بإصابة بسيطة نقل على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج، وأن الدفاع المدني قام بإخلاء المجمع كإجراء احترازي والجهات المعنية تباشر الحادث. ولمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف العميد محمد شويتر، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني. العميد محمد شويتر، هل لك أن توضح لنا تفاصيل ما جرى اليوم في أحد المجمعات التجارية في الرفاع؟ العميد محمد شويتر، هل تسمعني؟ عميد محمد شويتر، هل تسمعني؟ ننتقل إلى اتصال آخر ينضم إلينا. سعادة الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة، محافظ المحافظة الجنوبية، أهلا بك سعادة الشيخ. وردت في موقع الإعلام الاجتماعي عدد من الإشاعات حول بشأن سقوط أجزاء من سقف أحد المجمعات التجارية في الرفاع. سعادة الشيخ، وأنت في موقع الحدث، ضعنا في صورة ما جرى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في بداية ودي أن أطمن الأهالي والمقيمين بأنه لله الحمد لا توجد إصابات فريغة، نعم، عدا إصابة واحدة متوسطة غادرت إلى المستشفى، وإن شاء الله في الساعات القليلة بيرخصونا بإذن الله. طبعا اللي حصل أن شفنا أجزاء من السقف طبعا انهار، ولكن لله الحمد كان في تواجد يعني خفيف من المرتادين هذا السوء، نعم، في المنطقة اللي انهار فيها السقف، والدفاع المدني أمن المنطقة ويعني حفاظا على أرواح الناس. فقمنا باجتماع مع جميع الأطراف منذ قليل لدراسة الأسباب من وراء هذا الانهيار، وإن شاء الله أن في الأيام القليلة راح نبين لمرتادين هذا المجمع وللناس ما هي الأسباب وكيفية الاستفادة من ما حصل وعدم تكرارها بإذن الله. نعم نعم سعادة الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة، محافظ المحافظة الجنوبية، شكرا جزيلا لك.